بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم فرج عن جميع الأسرى بحق هذه الأيام إن شاء الله. أما عن سجن جو فلله الحمد، زفت ولله الحمد. المعاملة سيئة للغاية من جميع النواحي. إن جئت من ناحية السكن فنحن في حجرة ضيقة، في زنزانة ضيقة، قد تكون 3 متر في 3 متر، ما يقارب 11 سجين داخل الزنزانة. وكذلك الأكل، ناكل داخل الزنزانة، نتعشى نتغدى نتريق في هذه الزنزانة، ويوجد حمام واحد ونحن ما يقارب 11 نزيل. أما من ناحية الوقت فإنهم يضايقوننا في كل الأحوال، مضايقتنا حتى في الشعائر الدينية، يغلقون علينا الأبواب من الساعة 8. هذا أتكلم عنه منذ أسبوعين يأتي الشرطي ويغلق علينا جميع الأبواب في الساعة 8، إلا أننا الحمد لله رب العالمين نصمد ونكسر القيد بهذا الصبر وهذا الصمود. ونحن كما عاهدنا الشعب وكما عاهدنا آباء الشهداء ودماء الشهداء في رقابنا، فنحن إن شاء الله لن نترك الساحة، لن نترك الساحات أبدا حتى تحقيق مطالبنا. وإني غدا إن شاء الله بحول الله ذاهب إلى قرية سار مع الجماعة في الاعتصام إن شاء الله، ولكم منا جميع جزيل الشكر. رحم الله شهداءنا الأبرار، واللهم فرج عن معتقلينا، إنه سميع مجيب.